ياسين علويني 31 سنه دبلومي من ليزاك تخرجت عام 2018 نخدم مساعد مخرج في المسلسلات في الافلام وتوا في محاولات باش نولي مخرج دونك بديت ليدي من حاجه شفتها بعيني في قروين حاجه في على فوا سياتروس وتضحك وميم طون هذا شفت زوج صغار عمرهم 13 و 14 يجري ورا ثلاثه نساء دي سوبساريين وبالضرب وكلام ما يتقالش اي تو جي ليدي ديريكتومون دو ديفلوبي سيت ايدي دو بروجي. En fait, chaque projet مستحق un encadrement. Donc la peur par innovation, c'est plus de l'encadrement. Il faut معاك في البروسيسوس كامل هذا نتاع كرياسيون. Non seulement بالفلوس, الفلوس مهمة خاطر باش نجم تعمل باش نجم تصور باش نجم تكري ماتريال باش نجم تخلص العباد باش نجم تتحرك et tout. Mais c'était plus un apport في البروجي نتاعك من اللي يبدا لليوف. سواء في ليكريتور سواء في لابور تكنيك وحتى مورالمون راهو كي تهز تليفون واحد ويقول لك راني معاك ديجا ترتحك برشا. في فيستيفال نويت البوبليك باش يكتشف ان كور ميتراج احداثه صايره في جانفي 2025 سويت ان دوكري بريزيدونسييل نحكيو على اخر ليله باش يعديوها ان كوبل سوبساريان تحديدا من الكوت ديفوار ديدي كاتيو قبل ما يحرقوا لو لوندوما في تونس مالوروزمون 2025 باش يتخلقوا عندنا سكون ابيل لي بانتي هانتر بيان لي شاسور دو بريم